السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن معايرة عداد قياس الضغط بريشر جيج، ودي الأدوات المستخدمة في المعايرة: هيدروليك بومب، ديد ويت تيستر، دراج بومب. الأجهزة كلها مبدأ عملها واحد، ودلوقتي هنشوف الفيديو العملي. من الأجهزة الرئيسية في معايرة أجهزة الضغط الديد ويت تيستر، هاند بامب، تراك بامب، تراك بامب. ذكر بيج كلينجر من 0 إلى 60 بار، وهنستخدم ديد ويت تيستر في معايرة البيج. ديد ويت تيستر عبارة عن مقص بلقين، بلق للضغط المنخفض وبلق للضغط العالي، ومجموعة أوزان. هنحتاج مجموعة أوزان تكافئ 160 بار، عندنا البستون بتاعنا وزنه 10 بار، 1 بار في حالة اللو بريشر، وزنة تانية وزنها 90 بار حالة الهاي بريشر، و 9 بار لو بريشر، 50 بار و5 بار في حالة اللو بريشر، 10 بار، 1 بار في حالة اللو بريشر، 10 بار. البداية معانا بتكون بلف الضغط المنخفض وبنبدأ نضغط. بمجرد ما البيستون بيبدأ يترفع ويوصل للعلامة الزرقاء، يبقى أنا كده وصلت 10% من الرينج بتاعي اللي هما 16 بار. بعد كده بقفل بلف الضغط العالي وافتح بلف الضغط المنخفض وابدأ اضغط من تاني. بمجرد ما البيستون بيوصل للعلامة الحمراء، يبقى انا كده وصلت للفور رينج بتاعي. اشوف البريشر جيج وكده الريدنج بتاعه مظبوط، كده الجيج مظبوط 100%. ببدأ انزل، وبفتح بلف الضغط العالي عشان اقدر افك البريشر جيج بتاعي بامان. اتمنى تكون الحلقة اعجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.